أنا هو الحرف المجرد اللي هو ألف باء تاء ثاء، لا حرف يعني كلمة اقرأ يسموها أهل القراء يسموها إيش؟ حرف. قال يعني هذا بيقرأ بحرف أنت ما قرأتني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أرسله يا عمر اقرأ فقرأ. قال هكذا أقرأته، اقرأ يا عمر قرأ. قال هكذا أقرأتك، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. الطبر يتكلم في كلام كثير، ما معنى سبعة أحرف؟ هل هي القراءة؟ قالوا لا، قالوا القراءة جزء منها، إنما هي مثل أن تقول هلم وأقدم وتعال، كلها بمعنى واحد ولا لا؟ مثل أن تقول والضحى والضحي والضحي، إنك أنت يسموه الفتح والإمالة والإضجاع والتقليل إلى غير ذلك. هذه كلها هي معاني ماذا؟ معاني هذه الأحرف. بقى عندنا سبع قراءات، وعندنا كم تتمتها؟ عشر قراءات ألفت فيها الكتب. جاء الشاطبي رحمه الله، ابن فيرة الشاطبي الأندلسي الرعين الضرير، هذا أعمى، ألف في الشاطبية: بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلة. ألف في الشاطبية 1173 بيت. هذه في القراءات إيش؟ في القراءات السبع. طب ما هي القراءات السبع؟ نادي ترتيبها، جعلوا في علم القراءة أن المقدم قراءة أهل المدينة. يعني متى تقرأ على الشيخ بالجمع أو بالإفراد، يقول لك أول ما بتقرأ تقرأ القالون، ثم تعصف عليه بقية القراء. فجعلوا القراءة أول قارئ فوق نافع المدني، أبو رويم الأصبهاني مولى من الموالي، قرأ عليه مالك بن أنس إمام دار الهجرة: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قرأ عليه مين؟ أعطى القراءة. طبعا إحنا عندنا شيء اسمه القارئ، تحت منه الراوي، تحت منه الطريق. فالقارئ هو الذي له راويان، وكل راوي له طرق. إذن نقول القارئ أدنى منه الراوي، أو الرواية أدنى منه الطريق. الإمام عاصم قرأ القرآن أيها الفضلاء الكرام ب125 طريق، أعطى منها 74 لحفص والباقي لشعبة. تفكرين هاللعبة الموضوع مولانا؟ يجي واحد يندن في المحراب كده قاعد مش عارف بيقرأ ازاي، يقول لك أنا فاكر نفسه أنه صوته كروان. يقول له أبوي تعال تعلم الله يرضى عليك، أنت قاعد تعجل في المحراب، ما ينفع الكلام هذا. فده علم كبير يا أخواني، لا تحسبون المسألة مسألة إيش؟ مسألة سهلة يسيرة، لا، هذا علم طويت فيه الأعمار وسفرت فيه البلدان وأرغمت فيه الأنوف وتغبرت فيه الأقدام، ونام الناس فيها جوعا لا يريدون، كل ما يريدون فقط أن يختلفوا إلى شيخ في الأمصار يقرؤون عليه من كلام ربنا تبارك وتعالى. رحلة عظيمة، عشان كده فرصة أن يكون عندك شيخ مجاز جنبك ألحقه قبل لا يروح. هذول كانوا يسافرون بلدان بعيدة. فالنافع له راويان، قالون ومين؟ ورش. قالون ربيب نافع. يا أخي شوف السلف دول ناس مؤدبين كيف، لما يزود بأمرأة يعلي ابنها القرآن مش يطرده في الشارع؟ تلقى واحد يزوج حرمة طرد ولدها في الشارع، لا، يتزوج يجيب الولد يجيب يعلم القرآن. فكان حفص ربيبا لمن؟ لعاصم. وكان قالون ربيبا لمن؟ لنافع. وكان قالون أصم لا يسمع المزمار، أصم، إذا قرئ عليه القرآن صوبه. قالوا كيف ذلك؟ قال من حركة الفم، وليس بينك وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. عشان كده بلاش تقرأ بالخجوم، يا عم انت قاعد مريحنا شوية، اقرأ من فمك الله يرضى عليك وعلى خلى فوق. قاعد انت تحت الماء تغرق، انت بتقرأ تحت الماء، انت اقرأ من فمك. لا، يبغى ان هو يقلد كل القراء. يا اخي الشيخ بن باز قال: ومن هو الخاشع؟ قال الذي اذا سمعته ذكرت الله. اقرأ قراءتك صوتك لربنا ايش هداك اياه، جزاك الله خير، اذا ربنا فتح عليك في التقريد ما في مانع، لكن من غير كده لا تتعب نفسك وتتعب الناس اللي هم ايش اللي هم جالسين وراك، وتلاقيه قاعد ينحط كده، ويعني يعني حنجيب لك الاسعاف ياخذوك بعدين يحطوا لك اكسجين ولا شيء عجيب سبحان الله العظيم. ورش هذا مصري، رحل من مصر الى المدينه. ليش سماه ورش؟ كان ابيض يرى صفحه وجهه في الماء. شوف الجمال كيف، ورش هذا كان عجيب. قالون الإمام نافع كان إذا قرأ شم المسك من فمه. قالوا أتتطيب عند القراءة؟ يعني قال لا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فمي في المنام وقال اقرأ. شوف الناس مش تقعد جنبه تلقى ريحة فمه كلها سجاير، أعوذ بالله،
ايش هالعفانة ولا تنبل ولا قنبل ولا نفة ولا تفة الله عافينا ويكم. شين هذا العفانة هذه؟ كأنك جالس جنب صندوق قمامة الله يجزاه خير. شين العفانة هذه؟ هذا تشم المسك من فمه شو طالع يقرأ سبحان الله، والثاني أصم لا يسمع ولا يصحح من حركة الفم. وإلى شيء عجيب لما تقرأ في كتاب تاريخ القرآن الكبار للذهبي تتمتع بهؤلاء الناس. هذا نافع ورشوا قالون. بعد نجينا لابن كثير المكي البزوا قنبل ابن عامر الشامي، بعد ذلك معذر أبو عمرو البصري الدوري والسوسي ابن عامر الشامي أبو الحارث والكسائي، بعد ذلك عاصم حفص وشعبة حمزة خلف خلاد الكسائي اللي هو دوري البصري ودوري الكسائي، تلميذ واحد ربنا جعله يقرأ على يد على شيخين سبحان الله، تلميذ هو واحد نفس التلميذ. بعد ذلك كده انتهت الشاطبية السبعة، تاج الثلاثة تحت الدور المضية لمحمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري، عجيب هذا الرجل. فأكمل بالثلاث العشرة، فجعل أبو جعفر، تعرفون أبو جعفر هذا شيخ مين؟ شيخ نافع. وسبحان الله إن التلميذ عليكم السلام قد بز شيخه، تلميذ بز شيخه، فجعلت بداية القراءة رقرة على قالون وايش قالون عن نافع. فأبو جعفر ابن القعقاع شيخ نافع له اثنان ابن وردان وابن ايش وابن جماز، بعدين يعقوب الحضرمي إسحاق وإدريس، بعدين خلف ايش يعقوب الحضرمي روح ورويس، بعدين خلف العاشر. تعرفون خلف العاشر تلميذ مين؟ تلميذ حمزة، أصبحت له قراءة إيش مستقلة. شفت كيف الطموح يا أخواني؟ خلي عندك طموح دونه الثريا، لا يقف شيء في طموحك. مر معنا الآن دوري، الدوري أصبح له رواية عند مين؟ أبو عمرو البصري وعند الكسائي، وعندنا كمان خلف العاشر كان تلميذا وأصبح إيش صاحب قراءة مستقلة وله طلاب إسحاق وإدريس. هذه هي القراءة العشر، تسمى العشر الصغرى والعشر إيش الكبرى. العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة المضية للشاطب وابن الجزري، العشر الكبرى طيبة النشر في القراءات العشر ألف طريق، ألف طريق الطيبة النشر في القراءة العشر لمحمد بن محمد بن محمد بن ليش ابن الجزري، أيضا ألف كتاب الدرة وألف كتاب طيبة النشر في القراءة العشر. وعندك الجزرية اللي هي إيش أبياتها قاف زاي في العدد، أبياتها 107 بيت في قراءة حفص عن عاصم. فالطريق اللي احنا فيها الآن اللي أخذها ابننا هذا إنما هي حفص عن عاصم من طريق إيش الشاطبية. ما معنى طريق الشاطبية؟ يعني توسط المد المنفصل. فنخلي ابننا إن شاء الله فيصل يفهم هذا الكلام، لا نسمح له بعد اليوم يقعد يعجل في القراءة، ما فيش عجن، خلاص انت من توسط المد المنفصل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، خلاص تمشي على القطح المعلق، ما ينفعش تعجل لي هنا توسط للمنفصل وهنا تقصر ليش المنفصل، لا ما نسمح لك بهذا أبدا. وانت الآن من طلاب الإجازات، يعني لما تسمع تسمع للشيوخ المجازين، تسمع لعبد الباسط عبد الخمس الكبار الحصري عبد الباسط المنشاوي البنا مصطفى اسماعيل، وبعدين الجيل الثاني محمد ايوب رحمه الله رحمه واسع عنده مصحف كامل فيه توسط المد المنفصل من طريق ايش الشاطبيه، بعدين تيجي عند الشيخ علي ابن عبد الرحمن الحذيفي، دائما تكون مع الاكابر هؤلاء. لا مانع ان تسمع لبقيه المشايخ لتستلذ بجمال ايش أصواتهم، لكن يظل قراءتك في أحكامها تأخذ من هؤلاء إيش السبع الكبار، من هؤلاء السبع الكبار، وترتب نفسك على السماع لهم. ثم في الإجازة أخذ كمان شعبة، طبعا إخواننا في الإجازة بيعملوا حاجة، ماذا يفعلوا لما الطالب يقرأ؟ فيقوم مثلا إيش يدول بعد ما خلص حفص يدول الكلمات اللي خالف فيها شعبة مين حفص. كان شيوخنا يثربون على ذلك، يقول لك لازم تأخذ شعبة ختمة كاملة أو أن تجمع بينهما، وانت جالس بتقرأ تجيب حفص وبعدين تجيب مين شعبة، وليس أن تجمع للكلمات المختلفة فيها ميكائيل ميكائيل كده جبرائيل جبرائيل كده وتعطيهاني بعدين وتقول لي على احفظها، لا هذا
من الأشياء التي استحدثها الناس في الإجازة وليست هي على الوجه إيش؟ على الوجه اللائق المعمول به عند مشايخنا. وهذا ملخص كامل. فابننا الحمد لله يعني قرأ بحفص وشعبة عن الإمام عاصم، بعد ذلك له أن يفرد أو أن يجمع، يعني إذا ربنا يسر له شيخ عنده القراءة العشر الصغرى له أن يجلس عنده بالجمع، قراءة السنة بالجمع. إيه معنى بالجمع؟ يعني يقعد عند الشيخ ويقرأ الآية يجمعها لكل القراء، يجمعها لكل القراء سبحان الله. أو بالإفراد أن يجعل كل سنة يأخذ فيها إيش؟ قراءة. يعني السنة دي انتهى هو جزاه الله خير من قراءة الإمام عاصم، يبدأ من الآن يروح يشوف شيخ يقرأ عليه نافع بورش وقالون بجميع طرقهما، بعد ما ينتهي كمان سنتان يقوم ماخذ لمين؟ لأبو عمرو البصري، وهكذا. هذه طريقة. وهناك جمع المهرة يسمونه اللي هو الجمع بالإفراد أو الجمع بالجمع. هذا ملخص عام يا إخواني، يعني دلت له المناسبة وحبنا أن نتكلم فيه عشان الناس تعرف إيش معنى إجازة، إيش معنى قراءة، إيش معنى رواية، إيش معنى طريق إلى غير ذلك. وتعرفون أن الناس هذول السلف رحمه الله تعبوا كثيرا لينقلوا لنا إيش هذا القرآن الذي نحن نخشى أن يكون انطبق علينا الآية 30 في سورة الفرقان، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أسأل الله أن يوفق الطالب، يجزي الشيخ خير، ويجزي الشيخ فيصل، ويجزي أنتم خيرا، ويجعل هذه هي البداية إن شاء الله. هذه هي البداية. أنصح ابني بعدم التسرع في الإمامة وعدم التسرع في إقراء الناس. هذه فرصة لك يا ولدي، أنت تقعد 4-5 سنوات تنكب على نفسك وتتقن ما أنت فيه وتستزيد. هكذا كان السلف، قالون جلس 50 سنة طالب على نافع، 50 سنة، 50 سنة عند العمود، كل يوم يدي له آية، كل يوم يدي له آية. فلما انتهى قال اذهب وأقرئ الناس، وأنصحك بكتاب تاريخ القراء الكبار للذهبي، لو ما عندك شرح أجيب لك نسخة. لما تقرأ فيهم تعرف أنك أنت قدر إيش؟ قدر نفسك، وأن الظهور قسم الظهور وعدم الاستعجال. فإن أراد الله أن يظهرك أظهرك، أهم حاجة تخلص هذه ليش؟ هذه النية. اللهم وفقنا وإياكم لكل خير، واجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخصتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تم الكلام ربنا المحمود، له المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لحق قولنا ورفض، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.